مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناه شوف تيفي، اهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في حلقه جديده من برنامجكم نسولوا الناس. بمناسبه السنه الهجريه الجديده، طاقم قناه شوف تيفي نزل الشارع المغربي وسولنا المغاربه عده اسئله، من بينها واش كيعرفوا ما هي السنه الهجريه، وايضا واش كيعرفوا بان اليوم فاتح محرم، وايضا سولناهم واش كيعرفوا في اش من سنه كاينين حنا في السنه الهجريه. خليكم معنا تعرفوا على اجوبه المواطنين المغاربه. دابا ديال العيد الميلود، دابا الوجد، دابا العواشر ديال العيد الميلود، دابا ندخلوا في العام الجديد، دابا 2019، ما عرفتش هادي نقولك صراحه تقريبا عام 2000 ما عرفتش اختي نقولك صراحه هادي ما عرفتش، لا ما والله ما عارفها بالله، ما قاريش اختي نقولك صراحه. كي نعيش ولا ما عرفناش، هذا هو المشكل. واو يلا فيق من العاس زرفتي عليا عاشوراء، عيد المولد النبوي، هو فاش تولد الرسول صلى الله عليه وسلم، صافي اش عارفه، 1441. هي فاش تولد الرسول صلى الله عليه وسلم، السنة الهجرية، وتنشوف أنا كاتبين 1441، بالمناسبة ديال رأس هاد السنة الجديدة، جينا عند العائلة ديالنا من مراكش لهنايا لكازا باش نحتفلوا بهذا العيد المبارك السعيد، ما تنمشيوش لتا شي بلاصة، وهاد الأجواء ديال هاد العيد تيعجبني هنايا. عواشر، اليوم فاتح محرم، فاتح محرم. وهو فاتح محرم ما عارفين عليه حتى شي حاجه. 1440 وهجره الرسول صلى الله عليه وسلم. ما نكذبش عليك، انا هذا الشيء ما عرفتش علاش، ما تنعرفش هذا الشيء انا. كنعرف انا العواشر عاشوراء صافي. فين كتجي عاشوراء كيجي جمزم، مورا عاشوراء دابا امتى كتجي مورا العيد كبير. كيحتفلوا الناس بداك الاحتفال، كيديروا داك الباروك، كيديروا ديك الدلاله، كيديروا كسكسو. وكيحتفلوا العائله مع بعضياتهم، وهذا ما كان لا للاسف ما عرفتش. كنتمنى ان شاء الله يكون يدخل علينا العام زوين، وتكون الفرحه والسرور، يكونوا الناس ناشطين وفرحانين، وتكون ايامهم كلها زينه، تكون ايامنا وايامكم كلها زينه بالفرح وبالسرور، يدخل علينا العام الجديد ان شاء الله بالتيسير وبالحج ان شاء الله. فاتح محرم الشارع عربي ياك، وليت يتحرم فيه وقيل القتال والحروبات ياك، ما تيوقفوا فيه الناس الحروبات والقتالات، الله يحفظ. لا وقيل شهر محرم شهر السادس ولا السابع، السادس ولا السابع يمكن، 1340 وقيل، 1440. وهي السنة اللي هاجر فيها الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة للمدينة، ونتمناو بإذن الله الدخول بالسعادة والهناء على جميع المسلمين. والصحة والرزق، هادشي اللي تنتمناو. فاتح محرم، اش تنعرفوا حنا؟ فاتح محرم هو الفاتح، تيفتح واحد العام جديد. والله ما عرفت، نكذب عليك. لا هو السنة بالضبط ما عرفتهاش. فرنسية 2019 بطبيعة الحال. دابا هذا هو المشكل ديالنا حنا، ولكن هما دخلونا في التاريخ. دابا حنا اش نقراو اش نكتبوا في السبوره؟ لا تنكتبوا في الاسلاميات، ولكن في الفرنسي وفي هذاك المواد الاخرين تنكتبوا لا دات ديال سميتو، تنكتبوا لا دات ديال الفرنسي، وراه تنقراوهم ولكن ما تردوش البال ليهم، عرفتي الاغلبيه تنكتبوا في سميتو، تنكتبوا 2019 2000 الشهر والنهار والسنه. السنه الهجريه دابا باش ننتقل للرسول عليه الصلاه والسلام من المدينه من مكه للمدينه، ويا تسمى دابا عاد بدا داك لاضاد سميتو، التاريخ عاد بدا. فاتح محرم السنة الهجرية الجديدة، السنة الهجرية اللي تزاد فيها الرسول عليه الصلاة والسلام فاش تأسست 1441. أختي كنديرو التقاليد، كدير لنا الأم ديالنا رفيسة بالدجاج بلدي والبيض واللوز، فهمتيني؟ والحمد لله وباقيين غاديين على التقاليد. الله يدخل عليهم الصحة والرباح والهنا، وباش نتمنوا جميع أمة محمد، والله يسهل على الجميع، والله يشافي مرضى المسلمين، والله يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم الحبيب أمة محمد، والله يسهل عليكم والله يفرحكم أخوتي. مشاهدينا كما شفتوا معنا وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم من برنامجكم نسولوا الناس، الأجوبة من عند المواطنين المغاربة كانت جد طريفة، أغلبهم ما تعرفش على أش من سنة كاينين حنا في السنة الهجرية. مبارك عواشركم، شكرا لكم، وإلى اللقاء في حلقة مقبلة من برنامجكم نسولوا الناس.